السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم سيكون إعادة تدوير السروال الجين. كيف ما تشوفوا هنايا قصيته وخديت جزء منه، ولكن قبل ما نبدو ما تنسوش اللايكات والاشتراك في القناة للمشتركش، وهيا توا نبدو في الفيديو. خدينا قطعة القماش تاع الجين قصيته كيف ما تشوفوا هكا. هنا بالنسبة للسرويل عندها ماهوش متساوي كيف ما تشوفوا، هنا ثم الجزء داير عريض وذي ماهوش عريض. نحنا باش نشدو نسوو منعملوش قطعة مستطيل، يعني مستطيل وحدة. وخدينا هذايا، خدينا الساشي هذايا أو الساك هذايا. الساك هذايا باش نفصلو عليه الوحدة نتاعي، باش نعملو ساك التقلية، معناها القطعة نتاع القماش الجين هذي باش نعملوها ساك التقلية، باش نقعدو فيه ترى نهزوه معانا كي نخرجو. باش نبدو نفصلو فيه هاو كيما تشوفو هنايا. أنا هنا كنت في البارتي هذي يمشي مستقيم وبعد يمشي مايل هكا، نحن باش نحو كل ميالين هذاك نعملو مستقيم، خط مستقيم. بعد نعملو بالماكينة هكا، ناخذو المسطرة فقط ونسطرو، نحطو المسطرة هكا. تو معنتها المسطرة تعطينا وين باش نسطرو بالضبط هكا، أهو كذا زايد. سطرو بعد ننشلو الماكينة ونخيطو، عمق الخط معناتها يبدا من هنا ويمشي حتى يدخل في الخياطة نتاع القماش نتاع السروال العادية. نبعدو شوية خاطر يلزم كيف ما خلينا من نخلو من هنا. حتى ندخلو في السفر هاك، نتوا باش نمشو للماكينة باش نخيطو الخياطة هاذي. باش نحو الزايدة هاذي طاح.